لكن للي ما تابعش التفاصيل وعشان نعرف تفاصيل اكتر، مشرفنا عبر سكايب الاستاذ صبري المرغني، محلل السياسي والكاتب الصحفي السوداني. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك ممكن توصف لنا او تشرح لكتير من المصريين أهمية اتفاق السلام في جوبا وتأثيره على استقرار السودان الشقيق، جنوب السودان تحديدا؟ نعم، يعني الحرب الأهلية في السودان كانت واحد من أكبر مهددات الاستقرار ومنع التنمية في السودان لسنوات وعقود طويلة، وكانت هذه الحرب الأخيرة التي دارت في ثلاثة أقاليم، دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كانت حرب شرسة للغاية، نتج عنها مئات الآلاف من القتلى وملايين من المشردين والنازحين واللاجئين للدول المجاورة. الآن كانت هناك عزيمة قوية جدا من جميع الأطراف، الحكومة والحركات المسلحة، بعد تغيير النظام، بعد نجاح الثورة، باعتبار أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه الحروب هو النظام السابق. كانت هناك عزيمة وإرادة قوية للاتجاه نحو السلام. بدأت مفاوضات السلام قبل حوالي عام كامل في العاصمة جوبا، وطبعا بالضرورة كانت جمهورية مصر العربية حاضرة، وكانت هي واحد من أقوى الداعمين لمسيرة السلام، وساهمت كثيرا جدا في تليين كثير من المواقف الصعبة والقوية بالنسبة للحركات المسلحة، وساهمت فعلا في إيصال الأطراف إلى نقطة الالتقاء والدخول إلى قاعدة المفاوضات. استمرت المفاوضات حوالي عام كامل في العاصمة جوبا، إلى أن أخيرا توصلت إلى هذه الوثيقة الأولية للسلام لمجموعة من الحركات تحت مسمى الجبهة الثورية، ولا تزال خارج مفاوضات السلام حركتان، حركة السيد عبد الواحد محمد نور والأستاذ عبد العزيز الحلو، ويمكن إلحاقهما في اتفاقات سلام لاحقة، لكن هذه الخطوة الأولى تمثل انطلاقة قوية جدا نحو السلام، باعتبار أنها تفتح الطريق للجميع، وخاصة أنها الوثيقة التي وقعت أمس خاطبت كل القضايا التي كانت محل اختلاف بين الأطراف، ويمكن أن تمثل تماما لعملية السلام شامل تشمل جميع الحركات في السودان. ازاي يا استاذ صبري تقدر تقول لنا عناوين رئيسيه كده لاهم النقاط اللي تضمنتها الاتفاقيه؟ البند الاول الرئيسي هو تمديد الفتره الانتقاليه لمده عام اضافي لتبدا من جديد. كانت الفتره الانتقاليه في السودان قد بدات قبل عام، الان تم تصفير العداد، تبدا ثاني مره اخرى من جديد ابتداء من اليوم لمده 39 شهر قادمه، ويجري بناء على ذلك إعادة هيكلة الحكومة مجلس الوزراء بإدخال ربع مقاعد مجلس الوزراء من القادمين الجدد من الحركات المسلحة، مناديب أو ممثلين لها، وإدخال ثلاثة من أعضاء الحركات المسلحة في منصب مجلس السيادة رأس الدولة في السودان، وإدخال حوالي 75 نائب برلماني في المجلس التشريعي البرلمان الذي سيشكل خلال الفترة القادمة. وبناء على ذلك هناك تفاصيل أخرى تتعلق بقضايا النازحين والذين يجب أن يعودوا إلى أماكنهم الأولى التي كانوا فيها، والتعويضات للنازحين، ودمج القوات المسلحة، قوات الحركات المسلحة الذين كانوا يحملوا السلاح، إعطاء الشباب الذين حملوا السلاح فرصة إما أن يندمجوا في المجتمع بصورة طبيعية أو أن ينخرطوا في سلك القوات النظامية السودانية، وهناك تفاصيل أخرى كلها تدور في محور الاستقرار، الاستقرار والمشاركة في يعني الوصول إلى حالة أكثر استقرارا في جنوب السودان. أنا سؤالي لحضرتك، لأن إحنا كمصريين مهتمين جدا كنا بهذه الحالة من الاستقرار وبالوصول لها، عايز أسأل حضرتك عن مسار التفاوض، عن دور الحكومة المصرية والتواصل ما بين مصر والسودان كان إزاي أثناء مرحلة التفاوض حتى وصلنا إلى اتفاق جوبا بالأمس. نعم، قنوات الاتصال بين مصر، شقيقة مصر والسودان، مفتوحة دائما على كل المستويات، على مستوى الحكومة، على مستوى الشعبي، ومفتوحة حتى على مستوى هذه الحركات المسلحة التي لها تواصل مع الحكومة المصرية بصورة جيدة، واستضافت القاهرة والسويس أيضا عدة جولات لمفاوضات بين أطراف سودانية كانت تمهد هذه المفاوضات
عبر لقاءات في القاهرة، وكانت هناك دائما وساطة مصرية تتصل بالجانبين وتحاول أن تصل أولا إلى نقطة اتفاق أن تبدأ المفاوضات، لأنه كان هناك استعصاء في الدخول لقاعة المفاوضات. وفعلا بواسطة الجهود المصرية تمكنت من إقناع الجميع بأنه لا بد من السير في طريق المفاوضات. ثم بعد ذلك بالتنسيق بين القاهرة وجوبا تم استضافة هذه المفاوضات في جوبا، واستمرت العملية التفاوض لعام كامل، كانت شاقة جدا، لكن كان هناك دائما قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة من الجانبين. أخيرا أنا بشكرك. أنا أخيرا عايز أسأل حضرتك عن موقف الجيش السوداني، وهل هيتم دمج بعض عناصر من هذه الحركات أو حركات المسلحة اللي كانت موجودة في الجيش السوداني، ويتم إعادة هيكلة للجيش؟ نعم، يعني الاتفاق ينص على أن يكون هناك بصورة متدرجة إعادة اندماج بعض هذه القوات داخل القوات المسلحة السودانية، لكن وفق النظم العسكرية المتبعة داخل الجيش السوداني، بمعنى إعادة تجنيد هؤلاء الأفراد داخل القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، الشرطة وجهاز الأمن وجهاز المخابرات والقوات الأخرى، لكن وفق النظم التي تعمل بها هذه القوات، والذين يرغبون، لأنه ربما يكون هناك بعض الشباب الذين حملوا السلاح وليس لديهم رغبة في الاستمرار في السلك العسكرية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عثمان المرغني، المحلل السياسي والكاتب الصحفي السوداني، كل الشكر لحضرتك.